ألا تعتقد أن القضية قد تمرر بسهولة لأنه أي شخص لن يحاكم في الولايات المتحدة؟ شخصية مثل دونالد رامسفيلد بابتسامة بسيطة أعلن عن استقالته، بل أجبر على الاستقالة من قبل الرئيس بوش. ألا تعتقد أن القضية لو استمرت كذلك على المدى البعيد يمكن أن تحد أو تقلل الشيء الكثير من مصداقية أو شرعية أمريكا على الأقل بين حلفائها وليس بين الآخرين؟ I think it will tarnish the reputation. نعم أعتقد بأن هذه القضية سوف تشوه سمعة أمريكا بين حلفائها، وسوف تنسحب الولايات المتحدة قريبا جدا من اللجنة حقوق الإنسان، لأنها لا تريد أن تعطي أي إيضاحات أو أي وعود لقضايا حقوق الإنسان في المستقبل. أنا شخصيا أعتقد حينما يحتدم الأمر أعتقد بأن الأمور سوف تعود كما كانت في عهد الرئيس جورج بوش. نعم أعتقد بأن الأمور سوف تكون كذلك. لكن سيد محمود الهاشمي، هذا الأمر يكفي أن أسمع هذا الكلام، أن الدولة الفلانية لا تحترم اتفاقيات روما، لا محكمة جناية دولية ولا محكمة لاهاي، محكمة العدل وما إلى ذلك، لأنها لم توقع على هذه الاتفاقية أو تلك، هل هذا يعفيها من الجريمة أو المتابعة على الأقل من مجتمعات منظمات المجتمع المدني؟ سواء التحق يعني أو وقع وقعت هذه الدولة أو لم توقع على هذه الاتفاقية فهي ملزمة باحترام الإنسان. نعم. كل القوانين والشرائع العالمية تلزم الاحترام الإنسان سواء في داخل البلد أو خارج البلد، وهنالك أيضا اتفاقيات دولية هي بمجملها كانت قبل أن تكون اتفاقيات قانونية، هي كانت اتفاقيات أخلاقية ثم تطورت وتحولت إلى قوانين وأنظمة، فتبدأ بعملية احترام الأخلاق للإنسان. يعني عندما يرد الجندي الأمريكي ملزمة أستاذ محمود الهاشمي لو تسمح لي، ملزمة. ماذا فعل العراق مع شركة بلاك ووتر؟ بلاك ووتر غيرت اسمها وانتقلت بالآلاف إلى دولة مثل باكستان، بل حتى العراق عادوا بعد مغادرة القوات الأمريكية بملابس مدنية بتسمية أخرى غير بلاك ووتر. إذن أين هو الإلزام بعد ذلك حتى نتحدث عن خروقات لحقوق الإنسان؟ لا شك انه الشعب العراقي على اطلاع في هذا المجال، ولكن تعرف انه يعني نحن ما زلنا واقعين تحت الاحتلال وما زلنا واقعين تحت البند السابع، ولكن هذا الامر غير لا يعني انه غير مكشوف امام الشعب العراقي وامام الاعلام العراقي، والدليل انه واصل الى كل العالم. الجرائم التي ارتكبتها هذه المنظمه الامنيه طبعا هي اعمال ارهاب بحق الشعب العراقي وتجاوز على الشعب العراقي وعلى إنسانيته، أما أن نكون أن نعاقبها اليوم وغد هذا ملزم بتشكيل الحكومة وبقوتها وبقوة إرادة الإنسان العراقي في أن يشكل حكومة قوية تستطيع أن تقف أمام هذه المهام، وإلا فإنها مكشوفة واضحة أمام الشعب العراقي سواء جاءت بهذا الزي أو بذلك الزي، هذه المنظمة أو سواها. حتى الملف الأمريكي في العراق وما فيه من تجاوز على حقوق الإنسان وعلى الإنسان العراقي هو واضح وجلي لدى الإنسان العراقي، لكننا الآن ملزمون في ظروف معقدة ونمر الآن في ظرف صعب في بلدنا من قوى الإرهاب التي لا تجعلنا نفكر حتى بأن نتظاهر، يعني نخشى أن نتظاهر في أي قضية لأننا نخشى أن يندس بين المتظاهرين عنصر إرهابي ويفجر المتظاهرين ويقتلهم. هذا هو الصعوبة التي نمر بها الآن في بلدنا، مشاكل كثيرة من سياسينا، تجربتنا الجديدة في الجانب السياسي يجعل الجانب الآخر اللي هو جانب المحتل يتحرك بفسحة أكبر داخل بلدنا، منتظرين التي اللحظة التي نكون فيها نتجاوز كل هذا ونذهب بها إلى الخلاص إن شاء الله. طيب لكن أستاذ محمد العربي زيتوت، يعني في وقت تكثر فيه منظمات المجتمع المدني في أوروبا منذ عهد بعيد، الآن بدأت تنشأ في عالمنا العربي والإسلامي، ماذا بإمكانها أن تفعل في عالم على الأقل ما زال فيه البقاء للأقوى؟ في السودان لمجرد ادعاءات على الرئيس السوداني وجهت إليه تهمة بل إدانة، أي الآن ماذا يمكن بالمقابل أو كيف يمكن التعامل مع دولة مثل أمريكا بل مع زعماء ومسؤولي أمريكا؟ عندما ينكسر الخوف والرعب من نفوس الناس في عالمنا العربي خاصة وعالمنا الإسلامي بشكل عام، عندما يشعر الناس
يتذكرون من أن الحياة والموت هي بيد الله وحده سبحانه وتعالى، من أن الرعب والخوف لن يؤدي إلا إلى مزيد من انتهاك لحقوقهم وانتهاك لأبنائهم وانتهاك لمعاشهم وانتهاك، عندما يشعرون وعندما يتحركون فإنهم سيفعلون الكثير. هي قضية إرادة، قضية داخلية ذاتية تغير في الذات في النفس، إذا شعروا بهذا فإنهم سيغيرون ويغيرون الكثير، يغيرون الاستبداد، يغيرون أنظمة التي هي عميلة مباشرة وغير مباشرة التي أتت على الدبابة. أنت ذكرت العراق وقلت لماذا لم تقل الحكومة العراقية ب محاكمة بلاك ووتر، ما لا يستطيع العبد أن يحاكم سيده بلاك ووتر عندما تأتي الحكومة العراقية على دبابة أمريكية، فللأسف لن تستطيع أن تفعل شيء. ولكن عندما يأتي الشعب العراقي بمسؤوليه، وقد يأتي بذلك في المستقبل إن شاء الله، فإنه سيفعل ويفعل الكثير، وكذلك الأمر في السعودية وفي مصر وفي الجزائر وفي تونس إلى آخره. هذه الدول كلها بشكل أو بآخر هي تابعة أو محتلة بشكل علني أو غير علني في الحقيقة. وإذن هي قضية إرادة الشعوب. هناك الآن تنظيمات، هناك منظمات حقوقية على مستوى العالم، على مستوى العالم العربي ضعيفة صحيح ولكنها تتحرك، ولكن على المستوى خاصة في الدول الأوروبية حيث أكثر الأمور أكثر حرية هناك تحركات. رأينا أن مسؤولين إسرائيليين الآن يخافون من زيارة بريطانيا على سبيل المثال. نعم. والآن إسرائيل تضغط بشدة على بريطانيا لتغيير قوانينها حتى لا يعتقل مسؤولون إسرائيليون متهمون بجرائم حقوق الإنسان. رأينا أن رامسفيلد مثلا الآن لا يدخل لكثير من الدول الأوروبية خوفا من الاعتقال. هذا في حد ذاته يعطينا صورة أن ذلك الذي كان يقول يوما ما من أشد منا قوة، وأنا استمعت إلى هذا من كولين باول في 2001 مباشرة يوم أو يومين بعد 11 سبتمبر، قال من أشد منا قوة سنقوم بكل الذين عارضونا سيدفعون الثمن، كل الذين يعارضون المصالح الأمريكية سيدفعون الثمن. هؤلاء الآن يتخفون ويخشون زيارة بعض البلدان. عندما تنتشر، وهي تنتشر في الغرب، وحقيقة في الغرب هناك شعوب حيوية، عندما تنتشر من يتحرك ومن يسارع إلى إلقاء القبض أو إلى على الأقل إدانة هؤلاء، فإن الأمور ستتحقق، أو على الأقل سينخفض الشر من هذا العالم وستتقل الانتهاكات، وسيفكر المجرم من أنه قد يلاحق في أي مكان. رأينا أنهم لاحقوا النازيين بعد الحرب العالمية الثانية ولا زالوا لحد الآن. هذا ربما سيحدث بالنسبة لمسؤولين أمريكيين وغير أمريكيين في الحقيقة، ليس فقط الأمريكيين، ولكن أيضا هناك مسؤولين عرب ارتكبوا جرائم بشعة في حق شعوبهم ولا زالوا، وقد يأتي يوما تتحرك هذه الشعوب بشكل أو بآخر بطريقة أو بأخرى وتغير الأمور، سواء كان في العراق أو في غير العراق، في أفغانستان، في السعودية، في مصر، في الجزائر. كل هذه الدول فيها انتهاكات بائسة تدعمها الولايات المتحدة، وأهم شيء تدعمه الولايات المتحدة هو أنها تدعم قوة استبدادية تذبح شعوبها بدون أن يكون هناك وازع، وإنما دفاعا عن مصالحها، في حين أنها قد تثير العالم عندما تكون الدولة لا تخدم مصالحها على قضية ربما بسيطة جدا في تلك في هذه الدولة أو تلك. إذن هناك ازدواجية، لم يعد العالم ولم يعد الناس خاصة في ونحن نعيش ثورة تقنية، لم يعد أحد يصدق دعاوي الولايات المتحدة من أنها ترعى حق الإنسان، بل هي واحد من أكبر منتهكيها خاصة في 70 سنة الأخيرة. طيب، لكن اسمح لي السيد سميث، هذا عن الجانب العربي والإسلامي، أين هي منظمات المجتمع المدني في أمريكا، وأنت الذي تقول أو قلت أنه لن يحاكم أو لن يحاسب أي مسؤول، لماذا حينما يتعلق الأمر بما يسمى بالإسلامفوبيا والعالم العربي والإسلامي يعني نرى حالة انتقام وثأر، لكن على العكس لا نشهد أي تحرك؟ أين هي منظمات المجتمع المدني من تصرفات أو السيئات التي ارتكبها والجرائم دعني أقول التي ارتكبها المسؤولون في أمريكا؟ هل ستظل هكذا وأمريكا تقول نحن بلد ديمقراطي، بلد ليس له مثيل في العالم، بل قوي كما أشار قبل لحظات الأستاذ محمد؟ Well, there's a double standard. نعم، هناك سياسة الكيل بمكيالين في الولايات المتحدة، خاصة في قضايا حقوق الإنسان.
المسلمون وضعوا جانبا في الولايات المتحدة وخاصة بعد أحداث 11 من أيلول سبتمبر وخاصة في المحاكم والقضايا القانونية سواء في وكذلك في عدة وزارات أو مؤسسات بدأ المسلمون يضعون لم يسمح لهم بجمع المعونات في من خلال الجمعيات الخيرية. المسلمين حوالي 180 مؤسسة خيرية في الولايات المتحدة. فهل بهذا العدد هذه المؤسسات الإسلامية سيد سميث هذه المؤسسات الإسلامية بإمكانها التحرك على الأقل لنيل حقوقها على الأقل داخل أمريكا والادعاء على مسؤول أمريكي من ابتداء من الرئيس إلى مسؤول صغير بإمكانها ذلك كما ذكرت لك وأنتم تتكلمون نحن في بلد ديمقراطي؟ No, in the court system. كلا كلا المحكمة القضائية تحت حكم الرئيس أوباما لديها صلاحيات وصلاحيات لم تحصل عليها أي محكمة في السابق. أي شخص تصادر أمواله أو ممتلكات لا يستطيع أن يفعل أي شيء. فقد أنا آسف جدا أن أقول ذلك لأن هناك صلاحيات قد أعطيت للمحاكم. فالولايات المتحدة قد اتخذت منعطفا خطيرا جدا في خاصة في قضايا حقوق الإنسان وكذلك من أجل في القضايا القانونية وخاصة حينما تأتي القضية إلى المسلمين. إذن باختصار سيد محمود الهاشمي حين طرح وأنت قلت قضية وهي صحيحة قضية وجود العراق في الفصل السابع هل يمكن طرح قضية رفع العراق من الفصل السابع في نفس الوقت محاسبة المسؤولين الأمريكان الذين قاموا باقتراف جرائم كبيرة وشنيعة في العراق في أقل من دقيقة لو تسمح لي؟ عفوا على الرغم من عدم وصول الصوت يعني بشكل جيد لكن يقول يعني يبدو أن الموضوع يخص البند السابع. طبعا هنالك همة كبيرة يعني لدى العراقيين بأن نخرج من هذا ولكن العراق ليس فقط هو العراق بمساحته وبحدوده وبسكانه وإنما أيضا هنالك متعلقات كثيرة تعود بدول وهذه الدول لها ملفات أيضا خاصة ولها علاقات خارجية وأيضا نشعر أنها جزء من حالة الابتزاز للإنسان العراقي وللشعب العراقي وإلا كان بالإمكان لهذه الدول التي نعتقد أنها دول وصديقة ومجاورة يعني مثل الكويت وسواها هذه الدول كان بإمكانها أن تعين العراق في الخروج من هذا البند ولكن للأسف الشديد ما زلنا نراوح وما زالت حجم الدعم من هذه البلدان أي قليل جدا ولا يتناسب مع حجم المحنة التي طيب. يمر بها العراق سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي. طيب باختصار أستاذ محمد تبعات نتائج هذا الاجتماع اجتماع الأمم المتحدة ليش ليس اجتماع عادي على أمريكا رفضت أي نتائج لكن تبعات النتائج على أمريكا باختصار. تبعات قوية تبعات أخلاقية أساسا وتبعات في مفهوم القانون الدولي بالغة الأهمية وأهم شيء هو أنها هذا يحدث كما قلت لك كسر للجدار الرعب والخوف الذي امتلك الكثيرين خاصة في عالمنا العربي. أنا أتذكر أن الأتراك الذين اختاروا حكومتهم بكل حرية هذه الحكومة رفضت للقوات الأمريكية أن تغزو العراق عبر ترابها في حين سمحت كافة الدول العربية المجاورة للعراق بهدم العراق وتدمير العراق. عندما نحن في واقع الأمر لن تستطيع أن تأخذ حقوقك إلا عندما أنت تسعى لذلك عندما تكون شعوبنا قادرة على تغيير الاستبداد في بلدانها سنستطيع أن نواجه الاستبداد على المستوى الدولي خاصة استبداد الأمريكي ولكن في هذه الأوضاع نحن خارج الزمن ولكن بالنسبة لقوى أخرى وشعوب أخرى ومنظمات أخرى تفعل وتفعل الكثير وعلى الأقل من ناحية الأخلاقية هناك تصدع إذا لم نقل هناك تكسر كامل للصورة الأخلاقية التي تقدمت بها الولايات المتحدة وخدعت بها الكثيرين في هذه 70 سنة الأخيرة. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد العربي زيتوت الناشط الحقوقي كان معي من لندن كما أشكر ضيوفي من بغداد الأستاذ محمود الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي ومن واشنطن أيضا أشكر السيد جرانت سميث المتخصص في قضايا حقوق الإنسان. إذا كنا حبيت المشاهدين نتناول حقوق الإنسان في أمريكا وإدعاءات وواقع. شكرا لكم على حسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.